الاحتلال هو 14 مرة. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها: إننا ندرك أن أصل العنف المستشري والفتن المتنقلة في لبنان هو وجود دويلة تقدم الدولة الشرعية. الرابع عشر من آذار تتضامن مع صيدا، والسنيورة يرفض الخضوع لسلاح حزب الله مهما كلف الأمر. مسلسل استهداف الجيش مستمر، إصابة ضابط وجندي في انفجار عبوتين عند مفرق الهرمل. تظاهرات متقابلة في ميادين مصر، واتجاه لتعيين البرادع نائبا للرئيس المؤقت وبهاء الدين رئيسا للحكومة. صباح الخير. المراوحة تلف مسألة تشكيل الحكومة، والغموض يلف مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 16 17 18 من الشهر الحالي، في ظل التمسك الأفريقاء بمواقفهم وعدم طرح المخارج الكفيلة بحلحلة الأوضاع. وسط ذلك بقيت صيدا محور الاهتمام السياسي المحلي، وشهدت بالأمس تظاهرة تضامن معها من قوى 14 من آذار التي اجتمعت استثنائيا في دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مجدليون، وأكدت أن أصل العنف المستشلي والفتن المتنقلة في لبنان هو وجود دويلة تقدم الدولة الشرعية، وطالبت باعتبار صيدا مدينة منزوعة السلاح كل السلاح ما عدا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية. كما شددت قوى 14 من آذار على منع كل مظاهر الترهيب الأمني لما يسمى سرايا المقاومة. لا للسلاح في مواجهة السلاح، ولا ينبغي للسلطة الشرعية أن تفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل. موقف اتخذته قوى 14 من آذار بعدما عقدت لقاء موسعا في صيدا لمناقشة حوادث عبرة وتداعياتها مع أهل المدينة. قوى 14 من آذار أكدت أن المسؤولية الوطنية المشتركة لا تستقيم إلا بتصدي الدولة ومؤسساتها للفتن المتنقلة، وأصدر المجتمعون بيانا دعوا عبره اللبنانيين إلى تجاوز كل الحواجز والتصنيفات السياسية والفئوية، مؤكدين أن أصل الفتن المستشري والفتن المتنقلة هو وجود دويلة تقدم الدولة الشرعية. اعتبار المذكرة المقدمة من سعادة نواب صيدا إلى فخامة رئيس الجمهورية بمثابة مذكرة وطنية بكل ما تضمنته، والعمل على متابعة بنودها. المطالبة باعتبار صيدا مدينة منزوعة السلاح كل السلاح ما عدا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية ومنع كل مظاهر الترهيب الأمني لما يسمى سرايا المقاومة أو أي مسمى آخر. وجوب قيام الهيئة العليا للإغاثة وبالسرعة اللازمة بموجباتها من إعادة بناء وتعويض للمتضررين. مطالبة السلطات القضائية والأمنية المختصة بإطلاع الرأي العام الصيداوي خاصة واللبناني عامة على الحقيقة، أي حقيقة ما جرى في عبرة. مساندة تحرك المجتمع المدني من أجل تحرير الدولة من ما علق بها أو من ما يعوق قيامها كي تستطيع القيام بواجباتها تجاه المواطنين دون استثناء، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطنة. ودعت قوى 14 من آذار جميع اللبنانيين للسير خلف مشروع سلام لبنان الدائم بشروط القانون والمؤسسات ومقتضيات العيش الواحد. لبنان يكون للجميع وبالجميع أو لا يكون، خلاصة جديدة توصلت إليها قوى 14 من آذار بعد اجتماعها هنا، وقد شكل المجتمعون هيئة وطنية لمتابعة تحقيق ما تم التوصل إليه. من مجدليون، منير الربيع، تلفزيون المستقبل. وكانت سلسلة مواقف أطلقت خلال الزيارة التضامنية لقوى 14 من آذار إلى مدينة صيدا، حيث سأل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة هل كان حزب الله على علم بعملية عسكرية في صيدا فتحضر لها؟
تحت عنوان العيش الواحد في الجنوب مسؤولية وطنية مشتركة صيدة في القلب، قام وفد من قوى 14 من آذار بزيارة تضامنية إلى مدينة صيدا للاطلاع على أحوالها. اللقاء الذي عقد في دارة النائب بهية الحريري في مجد ليون شارك فيه 170 شخصية نيابية وسياسية واجتماعية واقتصادية ونقابية وإعلامية وممثلون عن هيئات المجتمع الأهلي والمدني. رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة قال إن ما جرى منذ أسبوعين في عبرة شابته أسئلة ما تزال حتى الآن من دون أجوبة، ولذلك نحن نطالب بتحقيق قضائي شفاف. نحن نرفض أن يتعرض الجيش اللبناني للاعتداء، ونعتبر أن ما تعرض له عمل إجرامي غادر، لكننا في الوقت عينه لا نقبل أن تشارك ميليشيات حزب الله في القتال إلى جانب الجيش اللبناني في مواجهة الأبرياء من أهل المدينة، ففي الوقت الذي كان فيه الجيش يخوض المواجهة مع المسلحين في منطقة عبرة كانت عناصر ميليشيات حزب الله تنفذ انتشارا عسكريا بأعداد كبيرة في كل منطقة عمليات الجيش، وذلك حسب ما شاهده المئات من الصيدويين، وهي كانت تشارك في القصف والاقتحام والتفتيش والتدقيق والتحقيق والتنكيل بالناس، وبعد ذلك في سرقة بعض البيوت. طرحنا الأسئلة ولم نحصل بعد على الأجوبة. كيف سمح الجيش بذلك؟ ولماذا؟ ومن هو المسؤول؟ كيف فارق الشهيد نادر البيومي الحياة أثناء التحقيق معه من قبل الجهاز الرسمي؟ إن الأفلام التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها بالأمس عن ممارسات لعناصر وضباط الجيش غير مقبولة، ولا يجوز ولا يمكن أن نسمح بأن يتحول بعض العناصر في جيشنا الوطني إلى أشباه ميليشيات. وحسنا فعل الجيش، وكما أعلن بالأمس وفي خطوة جيدة إلى إحالة أولئك العناصر الضالع إلى التحقيق. نحن أهل اعتدال وأهل دولة، نتمسك بتطبيق القانون، نرفض الطائفية والمذهبية، ولا نريد أن ننحاز للعصبيات بل للوطنية، لكننا في الوقت عينه نحن أهل كرامة، وصيدا لا تقبل أن تستباح وأن تنتهك كرامتها، وأن يتم الاستخفاف بأهلها واستغلال تأييدهم للدولة وانحيازهم للاعتدال لكي ترتكب بحقهم التجاوزات. من جهتها أكدت النائب بهية الحريري أن شباب 14 من آذار أعادوا إلى ساحة الحرية صورة لبنان الواحد، لأن ليس هناك سلام لصيدا بمعزل عن أي بقعة في لبنان أو من لبنان، وأننا نرفض رفضا تاما الأمن المناطقي وخطوط التماس، فإن صيدا تريد الدولة الناجزة على كامل التراب الوطني لمؤسساتها الوطنية ومؤسساتها الدستورية والقانونية، الملتزمة بالعقد الاجتماعي بين المواطن ودولته على قاعدة الحقوق والواجبات لكل الأفراد والجماعات دون تمييز بين فرد وآخر أو فئة وأخرى أو منطقة وأخرى. وتلك هي أمانة حملنا إياها شابات وشباب 14 أذار 2005. النائب بطرس حرب جدد رفض قوى 14 من أذار لأي سلاح غير شرعي، مؤكدا أن السلاح الحقيقي هو دولة عادلة تحفظ حقوق المواطنين. كما ألقى منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس سعيد كلمة أكد فيها أن العيش الواحد في صيدا هو مسؤولية وطنية مشتركة. وفي الشأن الأمني، تعرضت قوة من الجيش اللبناني في الهرم لتفجير عبوتين أدتا إلى إصابة ضابط وجندي ومواطنة إصابات طفيفة. استهداف جديد يطال الجيش اللبناني والمحطة اليوم منطقة البقاع الشمالي، حيث انفجرت عبوتين ناسفتين بفارق زمني قصير في محلة المحطة على طريق القاع عند المدخل الرئيسي لمدينة الهرمل. العبوتان كانتا مزروعتين تحت أعمدة الكهرباء
إلى جانب الطريق ما تسبب بإصابة ضابط وجندي وامرأة بجروح وتضرر سيارتين مدنيتين. عناصر الجيش ضربت طوقا أمنيا حول المكان. هذا وأشار بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه عند الساعة 8:15 من صباح الأحد انفجرت عبوة ناسفة على الطريق العام عند مدخل مدينة الهرمل أسفر عن حصول أضرار بسيارة أحد المواطنين. ولدى توجه دورية من الجيش لتفقد المكان تعرضت لانفجار عبوة أخرى أدت إلى إصابة ضابط وجندي بجروح غير خطرة، بالإضافة إلى حصول أضرار في أحد الآليات العسكرية. وقد بشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لتحديد نوع العبوتين وزنتيهما ولكشف هوية الفاعلين. رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحملة المتواصلة على الجيش تستدعي ردا من الجميع، وقال هناك هجوم متلازم على مجلس النواب والجيش، هاتان المؤسستين الجامعتين، ومن الأكيد أن ثمة من لا يريد تمديد لقائد الجيش العماد جون قاوجي ومعاقبته على مواقفه وإدارته لهذه المؤسسة. وأضاف بري يريدون ربط التمديد لقاوجي بإعادة اللواء الشفريفي إلى موقعه. وفي الشأن الحكومي كشف بري أن أبلغ سلام ألا مشكلة في أسماء الوزراء الشيعة في ظل استعداد الفريق الشيعي لتسليم الأسماء الخمسة المطلوبة على أساس حكومة من 24 وزيرا، لكنه تحفظ عن الإجابة عن مطلب الثلث المعطل. ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس المكلف تمام سلام يزور قبل ظهر اليوم رئيس الجمهورية ميشيل سليمان لاستئناف البحث في آخر التطورات التي انتهت إليها حملة الاتصالات التي أجراها الطرفان على مستوى السعي لتأليف الحكومة الجديدة وما آلت إليه المساعي. في النشرة بعد الفاصل، حمص تحت رحمة القصف العنيف. أهلا بكم من جديد. عاشت القاهرة ومدن مصرية أخرى بالأمس يوما إضافيا من التظاهرات والتظاهرات المقابلة، فيما نشر الجيش القوات في مناطق رئيسية من العاصمة للحؤول دون تصادم الجانبين. وليس بعيدا من الميدان واجهت عملية الانتقال السياسي عقبة رئيسية عندما رفض حزب النور السلفي ترشيح الرئاسة المؤقتة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لتولي منصب رئيس الوزراء المؤقت، الأمر الذي جعل الرئاسة تتراجع ليبرز اسم الاقتصادي الليبرالي زياد أحمد بهاء الدين بديلا منه على أن يتولى البرادعي منصب نائب الرئيس المؤقت. الميادين المتقابلة في مصر تواصل تحركاتها تحت شعارات مختلفة، فيما اتخذت قوات الجيش والشرطة إجراءات أمنية مكثفة لتأمين حشود المتظاهرين من أنصار ومعارضي الرئيس المصري المعزول. ففي القاهرة توافد الآلاف على ميدان التحرير للمشاركة في تظاهرات دعت إليها جبهة 30 من يونيو وحركة تمرد للحفاظ على ما تعتبره مكتسبات تحققت برحيل مرسي، فيما نفذ الطيران المصري عروضا جوية في سماء التحرير ورسم بالألوان علم مصر في إشارة على دعم الجيش للقوى المدنية. أفيد بأن اشتباكات دلعت بين شباب حي المنيل في وسط القاهرة وبين مؤيدي مرسي، كما تم إلقاء القبض على مسلحين ينتمون لجماعة الإخوان. ورفع متظاهرون لافتات عديدة بالإنجليزية موجهة للرئيس الأمريكي باراك أوباما تقول أوباما يدعم الإرهاب وهذه ثورة وليست انقلابا. كما نظمت تظاهرة لعدد من القوى المؤيدة لعزل مرسي بميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بدلتا النيل تأكيدا على الشرعية الشعبية على حد قولهم. وفي مدينة الإسكندرية الساحلية سيطرت أجواء احتفالية على تظاهرات حاشدة أخرى لمعارضي مرسي في ميدان سيدي جابر. وفي المقابل احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية شرق العاصمة ومحافظات أخرى للمشاركة فيما سمي مليونية الصمود رفضا لعزل مرسي. وأعلن الإخوان المسلمون استمرار التظاهرات في الميادين للمطالبة بإعادة مرسي إلى منصبه، كما أكدت الجماعة في بيان تمسكها بالتظاهر السلمي متهمة من وصفتهم بالانقلابيين باستهداف أعضائها وأنصارها. من جهة أخرى أصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البالتجي وعصام العريان.
سياسيا، استمرت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة حتى وقت متأخر، أفادت أنباء بترشيح الخبير الاقتصادي والقانوني زياد بهاء الدين لرئاسة الحكومة الجديدة. أمنيا، أفيد عن مقتل جندي مصري من القوات المسلحة وإصابة ضابط شرطة في هجوم في سيناء، بينما أغلت قوات الأمن عددا من الأنفاق في منطقة رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة. في الشأن السوري، أعلنت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حمص تتعرض للقصف بالأسلحة الكيميائية والقنابل الفسفورية، مما أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح. الجيش الحر رد على ما تتعرض له حمص بعملية نوعية ضد كتائب الأسد في حلب، حيث تم تدمير مدرسة الغافقية بالكامل، مما أدى لمقتل أكثر من 70 عنصرا من كتائب الأسد والمتحالفين معها. حقد كتائب الأسد على حمص يتواصل، فالمدينة ولليوم التاسع على التوالي عرضة لهجمة هي الأشرس على الإطلاق بكافة أنواع الأسلحة، لا سيما صواريخ أرض أرض. ويمكن وصف الوضع في حيي باب هود والخالدية بالمأساوي، فالمباني السكنية إما تحترق أو سويت بالأرض. القصف بالمدفعية الثقيلة والهاون وراجمات الصواريخ بالإضافة إلى الطيران الحربي تواصل على الغنطو وتلبيسة والرستن والدار الكبيرة وقلعة الحصن والباب السباع، حيث تعرض جامع خالد بن وليد إلى استهداف مرة جديدة. أما الجيش الحر نفذ اليوم عملية نوعية ضد كتائب الأسد بحفر أنفاق تحت الأرض وصولا لمدرسة الغافقية التي اتخذتها قوات الأسد ثكنة عسكرية لها في منطقة السبع بحرات في حلب القديمة. وبعد زرع كمية كبيرة من المتفجرات تحتها، تم نسف المدرسة وتدميرها على رؤوس من فيها من جنود، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 عنصرا. وفي حلب أيضا تصاعدت وتيرة المعارك في خان العسل وحي الراشدين، واستهدف الثوار مدينتي النبل والزهراء وسط قصف عشوائي طال الأحياء المحررة. الجيش الأسدي جدد قصفه على الأحياء الجنوبية والشمالية للعاصمة دمشق، وتواصلت المواجهات من جهة مستشفى تشرين في حي برزة في محاولة اقتحام شبيح المنطقة. الطيران الحربي أغار على الريف الدمشقي بالقذائف السامة، وتعرضت أحياء الغوطة الشرقية والقلمون ومحيط السيدة زينب ودارية لاستهدافات متقطعة وسط مواجهات على أكثر من محور. الاستهدافات طالت أيضا أحياء طريق السد وصيدا وإنخل والغارية الشرقية في درعا، ودارت معارك ضارية في محيط حاجز المستشفى الوطني في درعا المحطة. وعلى وقع القصف العشوائي على أحياء ريف حماة، وقع انفجار ضخم بعد استهداف الجيش السوري الحر مطار القامشلي في الحسكة. أما في دير الزور فأغار الطيران الحربي على الأحياء السكنية، ودارت معارك ضارية في أحياء الحميدية والرشدية والجبيلة. النشاط مستمر وفيها بعض الفاصل. كيركي متمسكة بموقفها من السلاح غير الشرعي. أهلا بكم من جديد. سياسة حزب الله واستخدامه العشوائي للسلاح وقتاله في الداخل والخارج أوقع لبنان واللبنانيين بمنزلقات خطرة، مما خلق حالا من التململ في بيئتها الحاضنة. التقرير سلمان العنداري. يا شهيدنا الغالي. يستمر حزب الله بتشيع قتلاه العائدين من الجبهة السورية، ويستمر معه الانغماس في لعبة استخدام سلاح العشوائي تحت عنوان حماية المقامات والحفاظ على المقاومة ووحدة لبنان، إلا أن حركة تململ تظهر من ممارسات هذا الحزب، وهذا ما عنونت عليه جريدة الشرق الأوسط التي تحدثت عن وفود قد تزور طهران رفضا لمشاركة الحزب في القتال في سوريا. لم يكن أحد يتخيل من جمهور حزب الله أو في حزب الله أنه يوما سيقتل له أناس داخل سوريا. هذا بحد ذاته يشكل نوع من الصدمة لهذا الجمهور، وبالتالي على الأقل هناك نوع من التفكير ومن هناك من
القول أن هل يعني يجوز لنا أن نقتل داخل سوريا في وقت أننا كنا يعني نعتبر أنفسنا سنقاتل إسرائيل والعدو الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، هذا بحد ذاته يحدث إرباكا. حزب الله ساهم بتمدده وفلتان سلاحه بزيادة حدة الاحتقان المذهبي في البلاد على وقع الخطابات الفوقية والشعارات الفئوية التي أوصلت الأمور إلى حافة الهاوية. ووجود هذا السلاح في ظل هذا الاصطفاف المذهبي القائم على مستوى المنطقة وبسبب هذا التدخل حزب الله في سوريا بهذا الشكل، هذا بحد ذاته يخلق نوع من الاستنفار الداخلي على وتر المذهبية. وبرأيي وجود حزب الله بصيدة مسلحا هو بحد ذاته رسالة استنفار مذهبي، وبالتالي تحدث فتنة مذهبية. هو موقف واضح اتخذه الحزب بالمشاركة في الحرب السورية وبقتل الشعب السوري، وهو قرار ثابت من قبل الحزب باستخدام سلاحه بالداخل ضد شركائه اللبنانيين إلى ما شاء الوصي في طهران. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لا يمكن القبول بما يجري على أرضنا من ممارسات سياسية تفعل الخلافات والانقسامات. الراعي كان يتحدث خلال ترأسه قداس الأحد في الديمان. لا يمكن القبول بما يجري على أرضنا من ممارسات سياسية تفتعل وتذكي الخلافات والانقسامات وتعرقل المؤسسات الدستورية وتنتهك القوانين وتغطي التعديات بالسلاح على الاستقرار الداخلي. هذه كلها تصب في الاعتداء على الإنسان المواطن وعلى العائلة الوطنية والعائلة الدموية الصغيرة. ما قاله البطريرك الراعي في عظته يأتي بعد نداء الأخير للمطارنة الموارنة، ولا سيما ما يتعلق بموضوع السلاح غير الشرعي والذي من شأنه أن يخلق فوضى في البلاد. التقرير لشهير إدريس. مرة جديدة حمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السلاح مسؤولية التعدي على الاستقرار الداخلي، الأمر الذي يتناغم مع النداء الأخير لمجلس المطارنة الموارنة الذي أكد بأن السلاح غير الشرعي يستجلب بالمقابل سلاحا غير شرعي. وسارع حزب الله إلى تفسير النداء بأنه غير مقصود به، فإن بكركي التي أعطت لمقررات اجتماعها صفة النداء أرادت التأكيد على أهمية مضمونه في هذه المرحلة المصيرية، خصوصا أن البطريرك الراعي قد أبلغ فحواه إلى قرابة 20 سفيرا للاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه الأخير بهم. بالنسبة إلى السلاح، قالت أنه أي سلاح غير شرعي يستجلب سلاح غير شرعي ويوصلنا إلى شريعة الغاب، وهذا صحيح. هل كانوا يقصدون يعني سلاح حزب الله؟ يقصدوا، ما بيستثنوا أحد. أنا سمعت بعض المسؤولين بحزب الله هن يستثنوا أنفسهم، ولا يكفي أن يستثني المرء نفسه حتى يصبح مستثنيا. النص لا يستثني، مثل بعض النصوص القانونية بتقول ذات طابع عام باستثناء ذلك، فهذا نص تمت الموافقة عليه بحضور المطارنة الموارنة والأباء العامين وجمهور غير قليل تدرسوا الموضوع، لو بدهم يستثنوا كانوا يستثنوا. فإذا هذا التفسير من قبل البعض بأنه المقاومة مستثنات حسب المعادلة للشعب وجيش ومقاومة، هيدي ما توقفوا عند مجلس المطارنة الموارنة لأنه بيعرفوا الحقيقة شو هي. البطرك اليوم اللي أول عزاء له بعد انتقاله إلى ديمان تندرج في سياق هذا النداء الذي سوف يحدد من طريق صدوره وصاعدا مسار مواقف الكنيسة المارونية من الأحداث اللبنانية. نداء المطارنة الموارنة سيؤسس بحسب الصايغ لمرحلة جديدة ومفصلية في ظل الأحداث التي تعصف بالمنطقة، وتحييد لبنان مسألة أساسية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. وأنا بتقديري سوف تكون له مفعيل لا تقل أهمية عن المفعيل التي حصلت في أيلول سنة 2000 في ذلك النداء الشهير. من أنشأ دولة ضمن دولة ومن اتخذ قرارا بهذه المغامرة السورية
أرجو أن يأخذ بالاعتبار كلام صادر عن مرجعية معنوية. لجنة الحوار المؤلفة من بكركي وحزب الله وبحسب مصادر مطلعة ستجتمع الأسبوع المقبل وستناقش مواضيع عدة أبرزها نداء مجلس المطارنة الأخير، مما يؤكد على مدى تأثير البيان على حزب الله. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. إننا ندرك أن أصل العنف المستشري والفتن المتنقلة في لبنان هو وجود دويلة تقدم الدولة الشرعية. الرابع عشر من آذار تتضامن مع صيدا، والسنيورة يرفض الخضوع لسلاح حزب الله مهما كلف الأمر. مسلسل استهداف الجيش مستمر، إصابة ضابط وجندي في انفجار عبوتين عند مفرق الهرمل. تظاهرات متقابلة في ميادين مصر، واتجاه لتعيين البرادعي نائبا للرئيس المؤقت وبهاء الدين رئيسا للحكومة. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. يوم الأحد 14 مرة.